اهلا وسهلا. ابو رمزي النتشي من مدينه الخليل، صاحب شركه السلام لصناعه الزجاج والخزف اليدوي. صناعه الزجاج من قبل 400 سنه، هي صناعه يدويه ولا حرفه يدويه حتى في مدينه الخليل، ماخذينها وراثه ابا عن جد. والشغله كلها بتتكون من ماسورتين وملقط ومقص، كل شغله على اساس انها يدويه. كيف هلا في الوقت الحالي؟ كان الشغل احنا كنا نشتغله اول على سوق السياحه، فالسياحه كانت معدومه بعد في الانتفاضه انعدمت، فاخف الشغل عندنا، كان كله تقريبا على السياحه والتصدير والهذا. فحاليا كان عندي انا 23 عامل، حاليا في عندي بس 7 من الاوضاع الكورونا وقلت الاشغال. هل قصد العامل حكيت انه قال لي كمهنة النفس ازاز النفخ، هل في قديش في ناس تعبت؟ هي هم كلهم كانوا اول في زمان كانوا حوالي 6-7 مصانع، صاروا 4 صاروا 3، حاليا بس مصنعين في مدينه الخليل. في فلسطين؟ في فلسطين كلها، حتى مو في مدينه الخليل تشتهر بالازاز طبعا من زمان.